All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن الشخص اللي يتنبأ بالمستقبل، وهذا الشخص فعلا تنبأ بمستقبل آرثر مورغان وتنبأ بمستقبل جون مورستن. فتعالوا نشوف سويا كيف تنبأ بمستقبلهم. فيلا نخش في المقطع. أول شيء خلوني أعطيكم تعريف بسيط عن هذا الشخص. هذا الشخص اسمه The Blind Man Cassidy، وهذا الشخص بكل بساطة يتنبأ بالمستقبل مقابل بعض الدولارات. وهذا الشخص يعني أبدا ما يمشي، ولا أحد قد شافه يعني مشي خطوة واحدة، فما أدري صراحة كيف تنقل من مكان إلى آخر. طيب أول شيء خلونا نبدأ بآرثر مورغان. طبعا هذا الشخص قدر يتنبأ بمستقبل آرثر مورغان وش رح يصير فيه فعلا من الشابتر الثاني، يعني قبل ما تبدأ اللي هو حبكة القصة ولفلفة القصة. هذا الشخص تنبأ بمستقبل آرثر مورغان، فتعالوا سويا نسمع إيش قال. Keep moving, sir. Keep moving. But don't move too fast. You didn't run when last we spoke, sir. You didn't run far enough. You are not who you think you are, sir. Which is lucky. You keep hidden all that matters, sir. Maybe even from yourself. Just as evil begat evil your whole life long, so good may beget good. Your whole life has been one of regret, but it can end better than it began. I sense great confusion in you, sir. Great confusion. Not because you do not know, but because you are afraid of what you know. Your whole life, sir, you have followed the wrong star. Your father is seduced by the one with the forked tongue. It's no use hoping. That which is killing you will help you finally to see. And see clearly, friend. See and hear. You must decide between your past and others' future, friend. Decide, for soon it will be too late. Run from the seeker, sir. Run and keep running, or help others to run. Be warned, sir. Do not slumber too deeply, for the man with no nose is coming for you. Be warned, sir. Be warned. Surrounded by fields of burning fire and flesh, the devil will make his sacrifice. Make your final moments your best moments, sir. No glory and forget about shame. طبعا زي ما سمعتوا هذا الشخص قال كلام كبير جدا، وكلام فعلا ينطبق على آرثر مورغان ومسيرة آرثر مورغان. معظم العبارات ومعظم الكلام كان فيها هذا الشخص يحذر آرثر مورغان انه في المكان الخطأ والطريق الخطأ. وأيضا في عبارات أخرى حاول إنه يقول لآرثر مورغان ترى الناس اللي معاك يعني الناس مساكين، حاول إنك تساعدهم. وفي عبارات أخرى كانت عبارات قوية جدا وعبارات دقيقة، لازم هذه العبارات نفصلها ونفهم إيش معناها. فتعالوا سويا نناقش هذه العبارات. Your whole life, sir. You have followed the wrong star. طبعا في هذه العبارة شبه دوتش بالنجم، راح يكون معنى العبارة وتفسير العبارة انه ترى يا آرثر مورغان طوال حياتك كنت غلطان ومخطئ انك اتبعت دوتش. Your father is seduced by the one with the forked tongue. It's no use hoping. طبعا في هذه العبارة شبه دوتش
بالأبو. طبعا هذه عبارة مهمة جدا جدا جدا، وفيها يقصد انه داتش انلعب عليه وانضحك عليه من شخص يقول شيء ويسوي شيء ثاني، وهذه الصفات لما نطالع فيها ما راح تنطبق الا على شخص واحد، وهذا الشخص هو مايكا بيل. You must decide between your past and others' future, friend. Decide, for soon it will be too late. صراحة هذه العبارة يعني ما قدرت أفهمها بشكل كامل عشان يعني أقدر أفسرها لكم بشكل صحيح، فأبغاكم تشاركوني في خانة التعليقات آراءكم وتفسيراتكم عن هذه العبارة. لكن في بعض الأشخاص قال إنه ترى يا آرثر مورغان لازم تقرر بين مافيك ومستقبل الآخرين، وقالوا إنه مافيك بين قوسين هي ماري لينتون حبيبة آرثر مورغان، ومستقبل الآخرين اللي هو جون مورستن وعائلته، فيعني كأنه يقول يا آرثر مورغان لازم تختار بين حبيبتك ماري لينتون أو جون مورستن وعائلته. Run from the seeker, sir. Run and keep running, or help others to run. طبعا هذه العبارة يقصد بيها انه يا آرثر مورغان اذا تقدر تهرب وتترك العصابة فاهرب، واذا ما تبغى تهرب فساعد الاخرين بالهروب. وفعلا آرثر مورغان اختار انه يساعد الاخرين للهروب من معمعة العصابة وقروشة العصابة. Be warned, sir. Do not slumber too deeply, for the man with no nose is coming for you. طبعا هذه العبارة يقصد فيها انه يا آرثر مورغان لا تنام بشكل عميق ولا تنام كثير لانه الموت جايك. طبعا هو قال رجل بلا انف راح يجيك. طبعا من هو الرجل بلا أنف؟ بكل بساطة هو الجريم ريبر أو آخذ الأرواح عندهم، وفعلا لما تطالعون في صورته راح يكون بلا أنف، فراح يكون تفسير العبارة يا آرثر مورغان لا تنام لأنه الموت جايك. Be warned, sir. Be warned. Surrounded by fields of burning fire and flesh, the devil will make his sacrifice. طبعا في هذه العبارة يقصد انه افراد العصابة يعني معظمهم حريم وبنات، يعني ما بيدهم حيلة وانهم يعني نوعا ما مقيدين وما يقدرون يسوون حاجة، وبعدها شبههم انهم في حقل محاط بنار. وايضا في هذه العبارة شبه مايكا بيل بالشيطان، وانه مايكا يعني رح يخونهم ويقتلهم واحد واحد اذا ما ساعدتهم يا آرثر مورغان. وفعلا مايكا بيل قتل ميس كريم شو زي ما شفنا. Make your final moments your best moments, sir. No glory and forget about shame. طبعا هذه العبارة يقصد فيها نهاية آرثر، ويقول له انه ترى راح تكون ابدا ابدا ما انت نادم على الشيء اللي انت سويته، لانه اصلا انت حققت المطلوب منك وخرجت من الظلمة اللي انت كنت فيها. وبعدها يقول له انها راح تكون لحظة عظيمة جدا بالنسبة لك. وفعلا آرثر مورغان في النهاية كان ابدا ابدا ما هو نادم، وكان جدا راضي عن نفسه وعن الشيء اللي سواه، يعني قدر يساعد جون مورستن وعائلته، وايضا قدر يساعد بعض الاشخاص يعني اللي كان بامكانه يساعدهم زي مثلا تيلي جاكسون وغيرها، فيعني آرثر كان جدا راضي عن الشيء اللي سواه. وبهذه الطريقة تنبأ The Blind Man Cassidy بمستقبل آرثر مورغان. بالنسبة لجون مورستن هذا الشخص راح يتنبأ بمستقبله بعد ما تختم اللعبة، فتعالوا نسمع سويا. You remember the past at the expense of the future. بداية هذا الشخص حذر جون مورستن كثيرا وقال له انه تراك دائما دائما تهتم وتتذكر الماضي اكثر من الحاضر. وفعلا في المهمة الاخيرة لجون مورستن جون كان عنده خيار انه يا ينتقم من مايكا بيل اللي اصبح من الماضي، او انه يبدأ حياة جديدة بعيدة عن الاجرام وبعيدة عن البينكرتون وغيرها، لكن جون مورستن اختار انه ينتقم من مايكا بيل وفعلا انتقم منه.
وبسبب هذا الانتقام ايجنت روس عرف انه مورستن حي وبدأ يقروشه وبدأ يعني يطفشه، وكلنا نعرف كيف انتهت المداقشة بين جون مورستن وإدغار روس. You have learned the most important lesson of all. That only one thing matters. And all else is lies. طبعا في هذه العبارة يقصد بالشيء الوحيد المهم هو العائلة، وفعلا جون مورستن باع أهل العصابة وأم العصابة وأبو العصابة وجميع أفراد العصابة وكون حياته هو وعائلته، ويعني بنوا لهم بيت وبنوا لهم أيضا مزرعة، فيعني باع العصابة وترك العصابة واهتم بالشيء الوحيد المهم في هذه الحياة وهو العائلة، وفعلا جون مورستن فعل ذلك. Embrace those who love you, not the memory of those who pretended to. بالنسبة لهذه العبارة راح أتركها لكم بشكل كامل، أباكم يعني تخرجون كنن اللي بداخلكم، فشاركونا آراءكم وتفسيراتكم الأسطورية يا حبايبي. Enjoy the world while you can. Enjoy today. For tomorrow. Tomorrow awaits us all. طبعا في هذه العبارة يقول لجون مورستن استمتع بالعالم وعيش يومك وخلي بكرة لبكرة، وكلنا نعرف انه بكرة ينتظرنا. تحداكم تقولون 10 مرات هذه، خلي بكرة لبكرة وبكرة ينتظرنا. اقول لك كامل المقطع. طبعا لما تطالع فيها تحس انه هذه العبارة فيها نوع من الوعيد، كأنه يعني يتوعده، صح ولا لا؟ They will come for you, friend. When they do. You will not have a choice, but you have lived better than most. طيب وصلنا للعبارة اللي فيها تنبأ بطريقة موت جون مورستن. طبعا في الجزء الأول تتم محاصرة جون مورستن من البنكرتنز وتحديدا من إدغار روس من جميع النواحي، وكان جون مورستن أبدا أبدا ما عنده خيار آخر، فقط قدامه الموت، وفعلا جون مورستن طلع لهم. فراح تكون هذه هي نهاية جون مورستن، فهذا الشخص يعني فعلا تنبأ يعني حتى بالطريقة اللي راح يموت فيها جون مورستن. طيب في هذا المقطع عرفنا كيف تنبأ ذا بلايند مان كاسيدي بمستقبل آرثر مورغان وجون مورستن. شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، وأيضا شاركونا بتفسيراتكم وتحليلاتكم للعبارتين اللي قلت لكم عليها. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.